هنكمل في الدرس ده السكوب مانجمنت، وهنبدأ من الديفاين السكوب. ديفاين السكوب بعد ما عملت كولكتنج للريكويرمنت هبدأ الستاب التانية او البروسيس التانية ديفاين السكوب. ايه ديفاين سكوب؟ developing a detailed description of the project and the product. ان انا ببدأ احط كل التفاصيل بتاعة البروجكت والبرودكت بتاعي. project scope statement builds upon the major deliverables, assumption and constraints that are documented during the project initiating. عندي output مهم جدا اللي هو project scope statement، او السكوب ستيتمنت بيضم كل الليفربلز، كل الحاجات اللي في الاخر المفروض تتسلم، كل الفروض وكل المعوقات اللي ببدا انا اكتبها في بدايه المشروع. ده يخليني ان الديفاين سكوب اكيد هيبقى في البلانينج. ديفاين سكوب هناخد الانبوتس ايه معايا؟ البروجكت شارتر، معايا requirement documentation زي ما طلعتها من collector requirement، معايا organization process assets ليه؟ عشان يبقى عندي policies procedures template for the project scope statement. لو عندي template هقدر استخدمها او policy معينة بكتب بيها ال project scope statement. معايا projects files، معايا lesson learned. projects files من حاجات قديمة او lesson learned من مشاريع قديمة، عشان اعرف وانا بكتب السكوب ايه ال constraints، ايه ال assumptions اللي ممكن احطها، ايه tools with techniques, expert judgment, other units within the organization, consultants, stakeholders include customer or sponsor, industrial groups, subject matter expert. انا هنا بتكلم على ناس expert. expert دول ممكن يكونوا معايا في ال organizations او ناس برا، ممكن يكونوا استشاريين، ممكن يكونوا customer او sponsors، ممكن يكون مجموعة استشاريين علاقة ب بإنترستي معينة، بصناعة معينة أو تكنولوجي معينة. ببدأ أخد رأيهم وببدأ أخد مساعدتهم وأنا بكتب السكوب ستيتمنت بتاعتي. Product Analysis دي one of tools and techniques. Product Breakdown System Analysis Requirement Analysis System Engineering Value Engineering Value Analysis. أنا ببدأ أعمل إيه؟ ببدأ أنالايز البرودكت بتاعي، إيه السيستم ريكويرمنت إيه، وأبدأ احلل كل الريكويرمنت بتاعتي من انجينيرنج وفاليو وبرفورمانس، كل الكلام ده ببدا احلله عشان ابدا اكتب السكوب ستيتمنت بتاعتي. alternative identifications generate different approach execute and perform the work of the project. انا عندي ان انا ممكن اقول ايه الخطط البديله او كذا طريقه ان انا ممكن اعمل فيها executions او ابدا انفذ السكوب بتاعتي. facilitated workshops، workshops الناس بتقعد فيها، الناس ال concerning بالproject ده أو project ده، وبنبدأ نشوف الدنيا هتمشي ازاي والproject ده ممكن يتنفذ ازاي أو السكوب ده ممكن يتحقق ازاي. ال output بيبقى عندي أهم حاجتين طبعا، ال project documents، ال project documents update وال project scope statement. ال project documents update بي include ال stakeholder registry. ليه؟ وانا بعمل ال scope ممكن اكتشف ان في registry، ان في stakeholders اضافوا، فبالتالي ابدا اضيفهم في ال registry بتاعتي. ممكن اضيف وانا بكتب ال scope ممكن اعمل updates لل requirement documentation او requirement transparency metrics، فارجع اسمع تاني فيهم في ال two documents دول وابدا اعمل لهم updates. اهم او major outputs بالنسبة لي في define ال scope ال project scope statement. Describe in detail the project deliverables and work required to create those deliverables. إن هي بتكتب لي في التفاصيل إيه الحاجات اللي في الآخر هسلمها في المشروع، إيه الشغل المطلوب عشان في الآخر deliverables دي تتحقق. Provide the baseline for evaluating whether requests for changes or additional work are contained within or outside the project boundaries. هنا بتحدد لي ايه البيز لاين بتاعي، ايه الخط، ايه الباوندريز بتاعتي اللي اقول ان الشغل دوت، او لو في اي تغييرات حصلت هل التغييرات دي وذان السكوب بتاعي ولا بره. بتقول لي الديتيل دي ايه، برودكت سكوب ديسكريبشن الكاركترستكس بتاعته، يعني ايه السكوب بتاعي او الكاركترستكس بتاعت البرودكت ده. البرودكت اكسبتنس كريتيريا ازاي على اساسها ان انا هقدر اقبل الكريتيريا او المواصفات اللي على اساسها هقدر اقبل البرودكت ده او لا. البروجكت ديليفربلز ايه الديليفربلز بتاعتي، البروجكت
exclusions ايه الحاجات اللي مش هت exclude من البروجكت، project constraints ايه المعوقات، البروجكت assumption ايه الفروض اللي انا عملتها ان هي خلاص for guarantee ان هي عندي عشان ابدا اشتغل على البروجكت ده. تاني process عندي create work breakdown structure، ودي برضو حاجة مهمة جدا نبدأ نتكلم عنها شوية كده وندي introduction ونشوف هي عبارة عن ايه. A deliverable oriented hierarchy decomposition of the work to be executed by the project team to accomplish a project objective and create the required deliverables. يعني عبارة عن ايه؟ ان انا وانا بكتب ال WBS انا شوية deliverable oriented، يعني انا ببص لل deliverables اللي هتتحقق وببدأ decomposition، ببدأ افصص الشغل ده اللي هيبدأ يتنفذ بالتيم بتاع البروجكت عشان في الاخر احقق الأوبجكتيف أهداف المشروع وفي نفس الوقت أبدأ أحقق الديليفربلز اللي مفروضة مني. Organize and define the total scope of the project and represent the work specified in the approved project scope statement. أنا هنا بنظم وبحدد السكوب بتاعي وببدأ أحطه بطريقة منظمة وspecified محددة عشان في الآخر أحقق كل الشغل اللي مكتوب في project scope statement. Subdivided the deliverables and the project work into small, more manageable components. يعني عبارة عن إيه؟ إن أنا ببدأ أحط أقسم أو subdividing أفصص the deliverables بتاعت project لحتة صغيرة أقدر سهل إن أنا أعمل لها controlling وأقدر أعمل لها management. The lowest level WBS component called work package. أقل حاجة عندي في WBS we called it the work package. A work package can be scheduled, cost estimate, monitored and controlled. لما أبدأ أعمل subdividing خلي بالي وأنا بعمل subdividing لازم تكون الحاجة sample و small وأقدر أعمل لها schedule، أقدر أعمل لها estimation للcost وأقدر أعمل لها monitoring and controlling. تعالوا نبص هي احنا محتاجين ايه وأنا بكريت ال WBS. اكيد معايا requirement documentation جاي لي من collect requirement، اكيد معايا scope statement جاي لي من define scope، ومعايا organization process assets. خلاص هيطلع لي ايه؟ هيعمل لي شويه updates في project documents update، وهعمل لي scope baseline وهنشوف ايه scope baseline ده. ال inputs project scope statement اكيد طبعا لان هيبقى عارفه ايه الشغل اللي انا عايزه انفذه in detail. requirement document عشان يبقى معايا requirement ايه اللي مطلوبة في الشغل ده. organization process assets دايما organization process assets وانا within the scope عشان اخد ال policy ال procedures ال templates، اخد فايلات من projects قديمة lesson learned. ما عنديش الا techniques واحد ان انا بعمله decomposition، اهي عملت تفصيص للprojects لغاية لما بوصل للwork packages. زي ما اتفقنا ان انا لما اوصل للورك باكجز اقل حاجه انا ممكن اعمل لها مانجنج وكنترولنج وسكيدجول. الديكومبوزيشن عباره عن ايه؟ ايدنتيفاينج اند انالايزنج ذا ديليفرز اند ريليتد ورك. ان انا ببدا احدد وابدا افصص الديليفرز وكل الشغل المتطلب. استراكشنج اند اورجانيزيشن اورجانيزنج استراكشنج اند اورجانيزنج ذا دبليو بي اس. ان انا ببدا اعمل لها استراكشنج، ببدأ أعمل لها عملية تنظيم. decomposition the upper WBS level into lower level detailed component. إن أنا عندي الحاجة high level ببدأ أعملها more detailed و small portion of work. developing and assigning identification code to WBS code to WS component. إحنا زي ما شايفين أنا phase 1-1 deliverables التانية 2.1 2.221 ببدأ أدي ID لكل WBS عشان أقدر أتركها وأقدر أشتغل عليها وسهل إن هي تبقى identification identified. verifying that the degree of the decomposition of the work is necessary and sufficient. لازم أحدد إن أنا هقسم لغاية فين ولغاية أنهي level لغاية لما يكون أنا عندي الديتيل واضحة وأقدر أعملها managing و control. ممكن دي decomposition بالproject، ممكن decomposition by phases. يعني انا عندي ممكن اقسمها ان انا عندي سوفت وير برودكت في كونستراكشن في انتجريشن وتستنج في ديتيل ديزاين في برودكت ريكويرمنت في بروجكت مانجمنت وببدا احطها باي فيز.
او باي ميجر ديليفربلز. ممكن اعمل ديكومبوزيشن ان انا التريننج، الداتا، السبورت، الفاسيليشن، التستنج ايفالويشن. احنا عندنا كذا سب ديفايدنج حسب الـ حسب البروجكت مانجمنت هيقسم الدنيا ازاي في الدبليو بي اس. الاوتبوت من كرييتنج الدبليو بي اس، احنا قلنا عندي السكوب بيز لاين وعندي دبليو بي اس ودبليو بي اس ديكشنري والدوكيومنتس ابديت. الدبليو بي اس عبارة عن ايه؟ control account, management control point, point where scope, cost and schedule are integrated and compare to the earned value for performance measurement. And what انا عندي ده زي نقطة التحكم. اقل حاجة انا ممكن اعملها بقدر اتحكم في الكوست، في الscope، في الschedule فيها، وان هي زي ما يكون هي دي فعلا التاسك اللي هتتنفذ. each control account may include one or more work packages. ال WBS ممكن تكون فيها اكتر من work packages. WBS dictionary ده هنا فيها detail، يعني ايه dictionary؟ يعني زي قاموس، فيها ال code of account identifiers. اول حاجة فيها ال code بتاع ال WBS ده ايه رقمه، ايه responsible organizations، مين اللي هيبدأ ينفذها، list of schedule milestones. لو انا هنفذ ال WBS ده ايه milestones او ايه الحاجات ال significant اللي لازم تحدث. resource required، ايه resources اللازمة عشان ال WBS دي تتنفذ. الكواليتي ريكويرمنت، ايه شروط الجودة. الديسكريبشن اوف ورك، انا هشتغل ايه او ايه المفروض مطلوب تنفيذه. ريسبونسبل اورجانيزيشن، اسوسيشن سكيدجول اكتيفيتي، ايه المربوط بيها اللي بعديها واللي قبليها. ال WBS ايه اللي المفروض تخلص قبليها وايه المفروض تخلص بعديها. الكوست استيميشن، ايه الكوست استيميشن بتاعي، ايه التكلفه المبدئيه بتاعتها. الاكسبتنس كريتيريا، على اي اساس اقول ان الورك ده لو اتنفذ هقيس ايه عشان اقول اه ده فعلا ده اكسبتد او مقبول بالنسبه لي. الكونتراكت انفورميشن، لو في حاجه ريليتد للكونتراكت هكتبها لو هي حاجه الفندور هيعملها. السكوب بيز لاين عباره عن ايه؟ عباره عن البروجكت سكوب ستيتمنت، الدبليو بي اس والدبليو بي اس ديكشنري. البروجكت دوكيومنتس ابديت، if approved change request results from the create WBS process then the requirement documentation may need to be updated to include the approved change. في شوية documents في البروجكت will be updated، يعني وانا بعمل ال WBS ممكن احس ان في اي تغييرات ممكن لازم تضاف على البروجكت سكوب ستيتمنت، فبالتالي لازم اخد approval عشان ابدا update هذه ال requirement واضيفها في البروجكت سكوب ستيتمنت وrequirement documentation بتاعتي. احنا خدنا how to define a scope، واهم حاجه في define a scope project scope statement وcreating ال WBS، واهم حاجه عندي ان انا عملت WBS و WBS dictionary عشان نبدا الستاب اللي وراها اللي هي verifying the scope. هناخد بس سلايد كده سريعه، ايه مهم جدا ودي من الاهم او الكي عندي في ال scope management creating the WBS. If awaited WBS focuses the team experience on what need to be done resulting in higher quality and easier project. ان انا كده بخلي التيم يفوكس بس على الحاجات اللي هي المفروض تتنفذ بالبروجكت. provided basis for estimation staff cost and time، تديني اساسيات ان انا على اساسها اقدر اشوف الريسورسز اللي عندي قد ايه المفروضه او الكوست او التايم. provide proof of need for staff cost and time، تديني دليل ان انا محتاجه فعلا الستاف ده بالكوست ده بالوقت ده، لان انا عندي مقسمه الشغل سمول اماونتس. جيت تيم باي ان اند بيلد ذا تيم، انا كده بقى انفولف التيم في البروجكت عندي، فبالتالي هم كلهم عارفين ايه الشغل وايه الشغل ان ديتيل، فبالتالي انا كده بعمل زي ان دايركت تريننج وببني التيم بالنسبه لي. help get your mind around the project، ان هي بخليني انا كده لما المشروع كله في دماغي وعارفة كل التاسكات بتاعتي in detail وعارفة الدنيا هتبقى ماشية ازاي. help new team member see the role، انا كده لما بعمل WBS انا عاملة sub dividing small amounts، كل واحد عارف ايه الشغل بتاعه، كل واحد عارف الشغل بتاعه ده هيأثر على مين وبيتأثر مع مين. يعني انا لما باخد تاسك ببقى عارفة مين اللي قبليا لازم يسلمني ايه وانا هسلم مين بعدية. help prevent working slipping through cracks، هنا بي avoiding ان ممكن في اي حاجه تقع مني،
ما ممكن في شغله ما احطهاش، لان انا عامله سمول ديتيلز مش عامله هاي ليفلز، فبالتالي ما فيش اي حاجه هتقع مني. Providing project team member with understanding of the pieces، يعني عاملة زي بازل، حتة صغيرة حتة صغيرة، كل small pieces دي لما بتتحط مع بعض بيبقى فيه harmony، وبيبقى عندي الشغل خلاص تم أو project تم، فالناس فاهمة وعارفة كل واحد موقعه ايه في project. Gives project team members indicates of the impact of their work، كل واحد عارف تأثير شغله، يعني أنا لو التاسك دي بتاعتي اتأخرت أنا عارفة وشايفة قدامي مين هتأثر على أنهي شغل وهتأثر على project ازاي. A communication tool، هي فعلا وسيلة كويسة جدا لأنا communicate through project أو through project team، كل واحد عارف ال WBSID بتاعته، كل واحد عارف ال time، كل واحد عارف ال cost وال schedule، فسهل إن أنا أتكلم عليها. Help prevent changes، بتساعدني جدا إن أنا مفيش تغيرات، إن أنا حط عاملة وحسابي في كل حاجة، ال كل الشغل وكل ال cost وكل التاسكات. السيشن الجاي ان شاء الله هنبدأ verifying the scope.